السلام عليكم. منذ الربيع العربي في 2011 حصلت تغيرات كثيرة في سيكولوجية المجتمعات العربية، وخاصة تلك التي حصلت فيها الثورات. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت عيون الشعب مفتوحة على الحاكم أكثر من أي وقت مضى، تقيم أداءه وتقوم اعوجاجه، وكل ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيسبوك وتويتر أصبحا يهزان عروشا ويسقطان دول، وهذا ما جعلهم أقرب لمصطلح السلطة الرابعة والتي كانت تطلق على الصحافة. فاليوم مثلا أصبح كل مواطن يمني صحفيا بذاته، وأصبحت كاميرا هاتفه الشخصي نافذة لقضاياه السياسية والحقوقية، يعرفها العالم ويساندها خلال دقائق. فالشعب عرف مصدر قوته واستعاد ثقته بنفسه إذا جاز التعبير، وأصبح يمارس دورا رقابيا حازما على كل الأخطاء الممارسة تجاه حقوقه. يتناقض المخلوع، فيهب ألاف المواطنين يعرون هذا التناقض ويفضحونه أمام أنصاره والعالم، ويستخف به الحوثيون بخطاب عن الولاية في عهد قريش، فيطلق جمهور الشعب ألسنتهم الساخرة التي تخرس من يأتي بمثله. يضل بعض وزراء الشرعية طريقهم في أداء واجبهم وسعي لخدمة مصالحهم الشخصية، فتنبري أقلام الناس تفضح فسادهم وتكشف تقصيرهم. إنها عين الشعب، ولا يمكن العودة إلى ما قبل زلزال الربيع العربي كما قال أحدهم. وبالضرورة لم يعد ممكنا الحكم القسري لهذا الشعب الذي عرف نفسه جيدا في فبراير. مشاهدينا الكرام، حول عين الشعب المراقبة ومدى تأثير الإعلام الجديد في الوضع السياسي والاجتماعي الذي نعيشه ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. أناقش مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا، مرحبا بك والمشاهدين. أهلا بك معنا أستاذ محمد. قبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أينما كنتم تدرككم عيون الشعب، ينطبق الأمر على الطبقة السياسية في انقلاب صنعاء، وكذا الطبقة السياسية في السلطة الشرعية التي باتت هي الأخرى تحت المجهر الشعبي أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أن القوى الشبابية الحيوية ضمن مجالها السياسي. عيون الشعب تتعقب الجرائم والفساد، من تلغيم المناهج من قبل الميليشيا وجرائم التعذيب وحريق ضفائر أمهات المختطفين، إلى مسلك وزراء الشرعية الذين يرقصون على أوجاع شعب يعاني من انعدام الرواتب وسوء التغذية، وقبل ذلك يعاني من سوء ضمير السلطة. العين الرابعة التي تقاوم الانقلاب وتكافح فساد الشرعية هي عين الشعب، وهي التي أصبحت السلطة الرابعة إن لم تكن الأولى، خصوصا في ظل تعطيل البرلمان المعطل أصلا، حيث قامت القطاعات الشعبية بما لم يكن به نواب الشعب. عندما قامت الثورة لم يكن الشعب نائما، وعندما قام الانقلاب كانت عيون الشعب وأفئدة الثوار في قلب المواجهة. واللافت أن التكنولوجيا الحديثة فتحت المجال واسعا أمام ما يسمى بعصر المواطن الصحفي، الذي يستطيع بصورة واحدة على صفحة فيسبوك نقل فساد النخبة للرأي العام. لا يقتصر الأمر على الدور الرقابي إذا جاز لنا تسميتها بالرقابة الشعبية، فثمة دور تنويري لمواجهة الأفكار التي تمس صميم الفكر الجمهوري، كما هي المقاومة الفكرية لمواجهة عودة المضامين الإمامية ومن بينها فكرة الإمامة. المجهر الشعبي حينما يتابع تصرفات الانقلاب والشرعية فإنه يعكس الوعي بالشأن العام وتوسيع المشاركة السياسية الذي يتنامى بشكل واسع منذ ثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية. أسهمت الصورة في خلق رأي إعلامي حول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العام، وباتت كاميرا الهاتف جهاز رقابة يقظ يكشف الفساد المستور عن عيون الشعب ويخرجه للملأ. فهل تفعل العين الرابعة ما عجزت الأجهزة الرسمية عن فعله؟ إذا أستاذ محمد، دعنا يعني نبدأ من تساؤل التقرير الأخير، هل فعلا باتت العين الرابعة وهي عين الشعب هي القادرة على عمل ما لم تقم به الأجهزة الرسمية؟ يعني في الحقيقة السؤال مهم، وهو جوهر الحديث حول دور الصحفي المواطن كما أصبح يطلق عليه، أو المواطن الصحفي، أو الصحافة الشعبية، أو السلطة الرابعة، أو صحافة المواطن، في ودورها في الرقابة على أداء السلطات الرسمية. في اليمن في الحقيقة نحن نعيش وضع حرب، يعني وبالتالي هذه الحرب كانت ناجمة عن انقلاب على العملية السياسية، وهذا الانقلاب أدى إلى تقويض مؤسسات الدولة، كل مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث: التشريعية ممثلة في البرلمان، والقضائية، وكذلك المؤسسات التنفيذية ممثلة بالحكومة ومكاتبها التنفيذية.
عندما اجتاحت ميليشيات الحوثيين وصالح للمدن وعملت على تقويض مؤسسات الدولة، أصبح هناك غياب تام لأي آلية رقابية يعني في الواقع، وأصبح أيضا وجود آلية رقابية غير ذي جدوى، لأنه لم يعد هناك هياكل مؤسسات دولة وسلطة شرعية تقوم بما يتوجب عليها كسلطة، حتى وإن كانت سلطة أمر واقع. ثم بدأت هذه الميليشيات في إرساء نظام جديد في الواقع كسلطة أمر واقع، وبالتالي يعني هذا الواقع الذي عملت على عسكرته تماما وألغت كل مظاهر الدولة، ذهبت إلى إلغاء دور أي مؤسسات رقابية على أداء هذه السلطة، يعني حتى وإن كانت سلطة غير شرعية لكنها تعرف أنها عصابة منفلتة، وبالتالي تضايقت من أي آلية رقابية على أدائها. عمدت منذ الوهلة الأولى إلى محاربة الإعلام ووسائل الإعلام بشتى الوسائل، وعمدت إلى تكميم أفواه الصحفيين والإعلاميين ومنع أي صوت يحاول الاقتراب من الحديث عن ممارسات هذه الميليشيا اليومية بحق اليمن أرضا وإنسانا. ثم بعد ذلك عمدت إلى إلغاء وتغييب وحجب عشرات المواقع الإلكترونية، وصادرت أيضا مؤسسات إعلامية أهلية وغيرها. بقي أمام المواطن اليمني وسيلة واحدة، هو وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر فيها من ناحية عن همومه وعن مشاركته في الرأي في واقع الحال في البلاد، وفي نفس الوقت يعبر فيها عن امتعاضه من أداء هذه السلطات، سلطات الأمر الواقع والممارسات التي تنتهك حقوقه ليل نهار. أصبح أداء مؤسسات أو مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كيف تفسر هذا التطور في تكثيف رقابة الشعب على مسؤوليه على مؤسسات؟ يعني نلاحظ أنه يعني مجرد أن يكون هناك خطأ، مجرد أن يكون هناك هفوة، مجرد أن يكون هناك صفقة رائحة فساد، يتم نشرها بشكل غير عادي، عمل الهاشتاجات، تنظيم الحملات لإيصالها لأكبر يعني كم هائل من الناس في الداخل والخارج. في الحقيقة أخت آسيا، أول نقطة تحول في وعي المجتمعات العربية كان كما أشار التقرير في الحلقة هذا المساء إلى انطلاق ثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي من ثمارها أنها عملت على تعزيز على رفع وعي المجتمعات بحقوقها وحقها في التعبير عن آرائها بحرية، وكسر كثير من القيود التي فرضتها على مدى عقود الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية، وجعلتها في حكم المحظورات على المواطن اليمني التعاطي أو على المواطن العربي التعاطي مع هذه مع الرأي العام أو مع إدارة شؤونه العامة. ثورات الربيع العربي عمدت إلى تكسير هذه القيود المفروضة على المجتمعات، وانطلق شباب في كل المنطقة العربية وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي كما نعرف كان لها دور كبير في الحشد للتظاهرات ولإدارة حملات إعلامية واسعة حول قضايا معينة. نتذكر على سبيل المثال في مصر أول ما كان بداية شرارة الثورة المصرية، كما يشير حتى بعض الناشطين في مصر إلى مقتل أحد المواطنين على أيدي عناصر الشرطة وسحبه في الشارع خالد سعيد ومن ثم أنشئت صفحة باسمه على الفيسبوك، وبعد أسابيع أصبح عدد المعجبين أو المشاركين المتابعين للصفحة بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، وكانت هذه الصفحة لها دور كبير في الحشد للنزول في تظاهرات إلى ميادين والساحات في مصر. كذلك في اليمن أعتقد أنه كثير من شباب الثورة كان لهم دور كبير في يعني الحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في الحشد للتجمعات السلمية وللمطالب الحقوقية ولإدارة الحملات أيضا، وفضح الكثير من الممارسات والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان. حتى إخبارية يعني أصبحت يعني بعض الصفحات كانت مصدر خبر لكثير
من القنوات فعلا الإخبارية. وحتى بعض الصفحات كانت توثق بالصورة وبالفيديو وكانت مصدر حتى لوسائل إعلام دولية. نعم. يعني بعض الإعلام الدولي كان يعتمد على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي موثوق بها وكانت تنشر المواد يعني خام للإعلام الدولي للتعاطي مع الأحداث في اليمن. وبالتالي كان هناك تحول مهم وجوهري انطلق منذ أحداث الربيع العربي، عمل على تعزيز مشاركة المواطن العربي بالرأي العام وإدارة شؤونه، وساهم أيضا في زيادة وعي المجتمع بحقوقه السياسية والمشاركة السياسية. أيضا عمل هذا التطور والتحول على تعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية لدى الناس تجاه شؤونهم العامة. أن يشارك يعني شخص على الأقل بكلمة حق بأن يضرب دلوة. طيب برأيك أستاذ محمد، هل انتشار الوعي وتوسيع دائرة العارفين مثلا بالجريمة أو بالفضيحة الفلانية، هل سيشكل هذا الأمر يعني قيمة إضافية للحقيقة ولمصلحة الشعب؟ هو صورة من صور على الأقل أدوات الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات الحكومية. وأنا هنا حتى أتحدث أيضا عن الرقابة وعن دور المواطن اليمني في وسائل التواصل الاجتماعي في فض حتى إخفاقات وفشل الحكومة الشرعية، وليس فقط الميليشيا الانقلابية في اليمن أو السلطة غير الشرعية سلطة الأمر الواقع. يعني هذه الإسهامات وهذه المشاركة وهذا الدور الذي يقدمه المواطن اليمني أو حتى أيضا كثير من النخبة اليمنية صارت اليوم موجودة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولها دور بارز في التعبير عن رأيها وتوجيه الرأي العام حول عديد من القضايا. هذه أداة من أدوات الرقابة الشعبية وهي أداة مهمة جدا، يمكن أن تشكل على المدى القريب والبعيد آلية من آليات التقييم لأداء السلطات، وبالتالي يعني تحسين أداء السلطات أو كشف مكامن الخلل في أداء السلطات. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي نبيل الأسيدي من سويسرا. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ نبيل. يعني كونك صحفي معروف ولديك حملات متوالية، ربما أشهرها كانت تحت هاشتاج اللهم لا حسد لفضح فساد الشرعية وتعيينات الأقارب، ربما هناك من يتساءل لما تقوم بكل هذا أستاذ نبيل؟ هذا السؤال لابد أن يكون إجابته واضحة جدا. لابد للمجتمع أن يكون رقيبا على كل شيء في الحكومة، على كل شيء في المجتمع. علينا أن نكون يعني صادقين مع أقلامنا وصحفنا ورسالتنا. أنا صحفي يعني، وهذا أولا وأخيرا هو المهنة التي اخترتها لنفسي واخترتها لأن تكون أداتي للتعامل مع المجتمع، وبالتالي من الشيء البديهي أن أكون عينا للمجتمع ورقيبا للمجتمع ضمن الكثير من القضايا التي تهم في الشأن العام. وبالتالي وعلى وجه التحديد تخصص فيما يخص قضايا الفساد في التعيينات وتعيينات الأقارب وغيرها من القضايا التي هزت وجدان المجتمع اليمني بما يخص يعني التناسي كل معاناة الشعب اليمني والوقوف بجانبه والحرب الدائرة بجواره والالتفات إلى تعيين الأقارب والأبناء وأيضا العوائل وتكوين شلة جديدة من الفساد وتكوين أيضا نفوذ جديد أو نموذج لنفوذ جديد لا يختلف كثيرا عما كان يقوم به النظام السابق. إذن كيف تقيم تفاعل الناس مع ما تكشفه؟ هل هو إيجابي أم يعني غير ذلك؟ أعتقد أن المجتمع حي، ما زال حيا ويتفاعل مع كثير من القضايا. هو يعرف أن هناك خللا في المنظومة السياسية اليمنية، هناك وجهين للفساد الحاصل، هو وجه الانقلاب البشع الذي دمر كل يعني مداميك العمل الوظيفي والدولة وتحويل الدولة إلى دولة سلالية ووظيفة سلالية يعني لها علاقة بالسلالة والولاية وغيرها
من الأفكار الكهنوتية الغريبة على المجتمع اليمني. وأيضا هناك وجه آخر هو وجه الشرعية الذي كنا نأمل فيه خيرا وكنا يعني نتشبث بهذا الأمل لتخليصنا من الواقع المرير، لكن للأسف الشديد خذلونا وخذلوا أحلامنا وخذلوا أحلام الشباب ودماء الشباب التي سالت في الساحات، بل أنهم أهانوا الوظيفة والدولة والمنصب. المجتمع أيضا أصبح عينا يعني هناك في بالإعلام الجديد ما يسمى بصحافة المواطن، وهو ما يقوم به الآن المجتمع اليمني حاليا. الكاميرا والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي متواجدة لدى الجميع، بل إنني أشيد بكل شخص قام بكشف منابع الفساد وأيضا أوصل الرسالة وصور الحدث من واقعه ووثق كل مجريات الأحداث مهما كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، معاناة الإنسان اليمن التي توثق يوميا وتنشر، هذه من أهم النجاحات الصحفي المواطن. نعم، يعني برأيك أستاذ نبيل، هل تحولت الرقابة الشعبية هي الـ يعني المراقب للوضع وضعا عن الإعلام الرسمي، ولا أعني بالرسمي التابع للحكومة ولكن الرسمي الممنهج، يعني الصحافة التلفزيون، من يعني يسعون لكشف الحقيقة، هؤلاء الذين يعني يستخدمون أبسط الأمور كما تفضلت، كاميرا الهاتف، عمل هاشتاجات، عمل حملات، ربما تقع بيده ورقة بها فساد فيقوم بتصويرها ونشرها، هل أصبح الأمر كذلك؟ بعد أن غيبت الميليشيات الانقلابية طبعا في العاصمة صنعاء كل وسائل الإعلام المستقلة والأهلية التي خارج إطار الأحزاب طبعا وخارج إطار الدولة، يعني هي دمرت كل شيء، لكن هناك الوسائل الإعلام المستقلة والصحافة المستقلة أو شبه المستقلة التي كانت ربما تطرح الكثير من القضايا وتخرج عن إطار الأحزاب أو عن إطار الدولة. هذه تم إغلاقها وتدميرها بشكل كامل. بالمقابل نجد أن الوسائل الإعلامية التابعة للحكومة الشرعية أو في المناطق المحررة إما تجد كثير من الصحفيين يتعرضون للمضايقات ولا يوجد صوت آخر، وأيضا عدم وجود الإمكانيات الحقيقية أو الإمكانيات لإيجاد وسائل إعلام مستقلة في هذه المرحلة بسبب الأوضاع والحرب. هنا جاء وانتقل كثير من الصحفيين وكثير من الكتاب والباحثين والمهتمين بالشأن الاجتماعي إلى وسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك والتويتر وغيرها من أدوات التواصل لإيصال رسالتهم أو للحديث أو للتعبير عن آرائهم، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير منهم يتعرضون لشتى أنواع التهديد وأيضا الحملات الممنهجة. صحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ذات معلومة دقيقة 100%، ولكنها نعم، وهذا ما كنت يعني سأسألك عليه. نعم، بالنسبة لمصداقية المعلومة، ألا تشعر أحيانا أنك تقع في فخ معلومة خاطئة، في يعني أحدهم يتبرع لك بإرسال أسماء معينة وتكتشف فيما بعد بخطئها، كيف تتعامل مع ذلك حينها؟ بالنسبة لي في حملة اللهم لا حسد أنا وضعت قواعد وكتبتها في بداية الحملة، وهي أولا إما تواجد وثيقة رسمية واضحة وبالتالي انعدام الشك فيها، الأمر الثاني هو الحصول على مصادر متعددة ومختلفة الإطار والاتجاهات فيما لا يقل عن 5 مصادر لتؤكد القضية. الأمر الثالث وهو استلام صاحب العمل أو الجهة أو الشخص عمله والمباشرة عمله، وبالتالي لا يستطيع أحد إنكار ذلك. وضعت هناك الكثير من الأسس التي وضعتها من أجل تهذيب الحملة وعدم أيضا الوقوع في شرك الصراعات والمشاكل الحزبية وغيرها من الصراعات اللي هي معروفة، ومع ذلك يجب علينا أن نعترف أن هناك صراعات
داخل الحكومة الشرعية وغيرها تجي عن مسألة الحصول على المعلومة والتأكد منها أمر صعب بشكل كبير. نعم. أضرب لكم مثلا، وصلتني مثلا 10 قرارات معينة، 8 منها كانت صحيحة، لكن هناك 2 من القرارات إن لم أنتبه لها أو أتابع ولدي أدوات الخاصة في التأكد من مصادر مختلفة لوقعت في الفخ. هناك وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة بالشكل الكامل، ولكنها مؤشر كبير على المعلومة. نعم، إذن يعني ما قيمة ما تكشفه للناس أستاذ نبيل؟ هل يؤثر في تقليل الفساد مثلا، في ردع هؤلاء عن يعني، هل شعرت أن هناك يعني حجام لممارسة ما يقومون به، أم أن الأمر لا يعنيهم ويمارسون ما يقومون به دون الاعتبار لأي شيء يكتب عنهم؟ صراحة يعني رغم أنه وجود هناك تأثير وأيضا تفاعل من المجتمع ومن غيرها من الشخصيات وأيضا انتشار الحملة، لكن دعني أكون صريح بشكل واضح، هناك مثل بسيط جدا يدل على الحالة التي تعيشها الشرعية وغيرها الانقلابيين والشرعية: من أمن العقاب أساء الأدب، وهؤلاء قد أمنوا العقاب، لن يكون هناك أدوات لمحاكمتهم. هم يعرفون أن هذه المرحلة هي مرحلة انتهازية للحصول على الكثير من المكاسب، بعدها إما تتوقف الحرب أو ستأتي تسوية سياسية أو سيكون هناك يعني الكثير من السيناريوهات سوف تطرح. هم يعرفون أن وقتهم سوف ينتهي، وبالتالي عليهم أن يعتقدون أنهم يجب عليهم أن يكتسبوا أو ينتهزوا هذه الفرصة للحصول على أكثر من يعني المناصب والمكاسب. بالنسبة للعمل في الخارجية أو في السفارات، هم هناك نظام دبلوماسي 4 سنوات ثم يتم تغييرهم، رتبوا أسرهم وأبنائهم وأقاربهم في السفارات والمقربين منهم للحصول على أيضا المرتبات العالية التي تمنحها الحكومة السعودية للموظفين، الوزير 8,000 دولار يعني الوكيل الوزارة 6,000 دولار وغيرها من المرتبات الباهظة بالنسبة للمعيشة اليمنية. كل هذه تجعل الآخرين أو المتسلقين والانتهازين يبحثون عن فرصة للحصول عن عمل، وهذه الأسباب كلها أدت إلى فقدان المجتمع بعظمة الشرعية بقيمها. وأقول لكم بصراحة، لولا أن الشرعية هي قيم ومبادئ لكفرنا بها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي نبيل الأسيدي، كنت معنا عبر الهاتف من سويسرا. في هذه النقطة أستاذ محمد، يعني كيف يمكن للرقابة الشعبية أن تكون يعني هي الحاكم، هي الموجه، خاصة في ظل غياب يعني مؤسسات الدولة الرسمية؟ لا يوجد قضاء حاليا، لا يوجد برلمان، لا يوجد يعني كثير من الأمور التي يمكن أن توجه يعني الشرعية رموزها، من يقعون في الأخطاء، من عليهم يعني أن محاسبة الآخر، كيف يمكن لهذه الرقابة أن تتحول كذلك؟ يعني في الحقيقة أولا مع تقديري وجدا للجهود الرائعة للأخ نبيل الأسيدي، سواء في حملة اللهم لا حسد أو غيره أو غيرها من الحملات، وهو صوت في الحقيقة مهم لفضح الفساد خصوصا في السلطة الشرعية في اليمن، لكن أيضا لا نفقد الأمل بالتغيير الذي ننشده، لا نفقد أيضا صبرنا على فضح هذه الممارسات والاستمرار دائما في فضحها وكشفها وبيانها للرأي العام. ويعني بالنسبة لسؤالك حول يعني كيف يمكن أن تؤدي الرقابة الشعبية إلى التأثير، صحيح لا يزال هناك تأثير محدود حتى هذه اللحظة، لكن أيضا لها تأثير، يعني يجب أن تتحول إلى مؤسسة هذه الرقابة حتى يكون تأثيرها أكبر، وهي في الأخير اليوم تقدم أو تحاول حفظ ذاكرة اليمنيين إزاء مرحلة معينة بكل تفاصيلها وإخفاقاتها،
وما ينشر اليوم حول فساد هذا المسؤول الحكومي أو ذاك هو محفوظ في ذاكرة الأجيال، ويظل وصمة عار في حق هذا المسؤول أو ذاك الذي يثري من ظهر يعني من ظهر اليمنيين ومن أوجاعهم وآلامهم في الوقت الذي يعاني اليمنيون فيه ويلات الحروب والدمار والخراب والجوع والأوبئة، يسعى البعض إلى الثراء من خلال يعني المسؤولية في الحكومة. وبالتالي أعتقد أنه يتوجب أولا إعادة تفعيل مؤسسات الرقابة، خصوصا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مناطق سلطة الشرعية. يتم الآن تم تعطيل هذا عمل هذا الجهاز تماما، يجب إعادة تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أيضا اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. هذه مؤسسات مهمة، ومهما كانت إخفاقاتها مهما كان وضعها يجب إعادة تفعيلها للرقابة على أداء السلطة الشرعية. أنا أتحدث اليوم يجب أن يكون التركيز في الحقيقة في مسألة الإخفاقات على دور السلطة الشرعية، يجب أن يكون هناك آليات تقييم مستمرة. للأسف الشديد ثقافة الفساد وسلوك الفساد متجذر في ممارسات السلطات في المنطقة العربية، وهذه كارثة كبيرة. يعني في أثناء الحرب وبينما كانت دول التحالف العربي وخصوصا السعودية تسخر الكثير من الإمكانيات والمقدرات لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الدولة الشرعية، كان هناك فساد حتى داخل التحالف العربي وداخل القيادة السعودية أو بعض المحسوبين على المؤسسات السعودية، بعض المسؤولين الذين كانوا يتولون أموال أو يعني الإشراف على التمويل العمليات العسكرية أو عمليات إغاثية أو ما أشبه ذلك. إذن هناك إشكالية كبيرة في ممارسة الفساد على نطاق واسع، ليس مشكلة فقط الحكومة الشرعية في الحقيقة، ولكن أيضا حتى الشركاء. يعني في التحالف العربي كان هناك يعني غياب لآليات رقابية صارمة تعرف أين تذهب التمويلات هذه وكيف تصرف. يعني اليوم شاهدنا أخت آسيا، شاهدنا تأثير هذه الممارسات وهذا الفساد. نعم. على عدة مستويات. على سبيل دعنا يعني نأخذ هذه المستويات بترتيبها. نعم. وأيضا أسألك على هذه النقطة أيضا، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا أستاذ محمد، كنت قبل الفاصل تحدثنا عن تأثير الفساد على العديد من المستويات، أكمل النقطة التي يعني فعلا الفساد الذي يعني شهدته المرحلة الراهنة خلال الحرب في اليمن سواء من حكومة الشرعية أو يعني التحالف العربي، يعني تبديد لمقدرات كبيرة كان بالإمكان الاستفادة منها وترشيدها، أولا في التخفيف من يعني الأخطاء والكوارث، ثانيا في الوصول إلى الأهداف التي كان يأمل منها اليمنيون، إعادة الدولة اليمنية وإنهاء وإسقاط الانقلاب. هذه الإخفاقات التي نشاهدها اليوم في العديد من الملفات كانت بسبب الفساد وغياب آلية رقابة صارمة على أداء التحالف العربي والحكومة الشرعية. وعندما نتحدث عن ضرورة وجود آلية تقييم، فهي مسألة مفروغ منها ويجب ألا تثير حساسية أحد. يعني أي عمل بشري أو أي جهد أو أي مشروع يجب أن يكون هناك آلية رقابية تنفيذ أثناء تنفيذ هذا المشروع لضمان الوصول إلى أهدافه. في الملف العسكري على سبيل المثال لا يزال هناك إخفاقات كبيرة في مسألة إعادة بناء الجيش الوطني. هناك الكثير من أفراد المقاومة الشعبية وبعض الألوية والمجموعات المسلحة في المقاومة الشعبية لم تضم إلى الجيش الوطني. هذا إخفاق مهم وخطير جدا، لأنه يمكن أن تتحول هذه المجموعات إلى يعني عصابات خارجة عن الدولة، وبالتالي تثقل الكاهل اليمنيين والقضية اليمنية أكثر مما هي عليه. مسألة جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الملف الإنساني أيضا يعني كجزء من الملف الإنساني. على المستوى المعيشي مسألة رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، هناك إيرادات كان يجب أن تستثمر بشكل جيد للسلطة الشرعية وأن يتم يعني تنظيم مسألة الإيرادات،
يعني صرف مرتبات الموظفين، هذه الإخفاقات كلها بسبب وجود عدم وجود آلية للتقييم وآلية للرقابة على أداء الحكومة الشرعية وأداء التحالف خلال هذه المرحلة، وبالتالي وجود آلية رقابة وآلية يعني صارمة لمعالجة هذه الاختلالات والرقابة على أداء الحكومة الشرعية وعلى التمويلات التي تتلقاها. ولذلك شاهدنا أيضا حتى للأسف الشديد أن غياب آلية للتقييم وللرقابة ويعني أفقدت ثقة كثير من المانحين بالحكومة الشرعية، رغم وجود يعني انعقاد العديد من المؤتمرات لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، لكن يبدو أن الثقة يعني شبه معدومة بسبب هذه الإشكالية وهو عدم وجود آلية تقييم لأداء الحكومة الشرعية ومستوى التزامها بمعايير أو على الأقل الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد. نعم، إذن أعود إليك عند هذه النقطة أستاذ محمد، لكن بعد أن ينضم معنا أيضا الأستاذ بسام الزيادي المبرمج والناشط السياسي من الرياض. مساء الخير أستاذ بسام. مساء الخير أستاذ يا وضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ بسام. يعني كيف تراقب تفاعل الناس مع قضاياهم السياسية والحقوقية، خاصة يعني بعد ظهور ثورة فبراير ويعني انتشار وسائل الإعلام الجديد؟ طبعا في بداية ثورة فبراير 2011 كان التواصل الاجتماعي جديد على المجتمعات طبعا العربية والمجتمعات العالمية كامل، كان بداية ذلك الفترة. كان الحكام طبعا لم ينتبهوا للوسيلة الجديدة غير الوسيلة التقليدية المعروفة، فاستطاع الشعب يعني إسقاط الحاكم، وذلك بسبب أن الحاكم لم يكن جاهز في أدوات القمع أو الجيش الإلكتروني زي ما أقول بعد ما تم تحصينه بعد ذلك، وتم إسقاط عدة أنظمة في الربيع العربي، وكان التواصل الاجتماعي له دور كبير. نعم. طبعا بعد ذلك تفضل تفضل. طبعا بعد ذلك كل جماعة معينة أو كل حزب معين تقريبا تنبه لخطورة التواصل الاجتماعي لحساسيته لضخ المعلومة، طبعا ضخ المعلومة وصلت المعلومة بسهولة، كل شخص صار صحفي هو معد تقارير يستطيع يعني يوصل لآلاف المواطنين عن أسر. أعتقد كل جماعة أو كل ميليشيا نظام سابق أحزاب معينة تم صناعة أشخاص، الأشخاص هذول هم بيكونوا دور المتحدثين باسم الأحزاب سواء دور سلبي أو إيجابي. تم تشويه التواصل الاجتماعي اللي كان طبعا ناصع البياض بالإشاعات الكاذبة بس هناك دور إيجابي كمان رايع كثير، يعني طبعا أعتقد دور سلبي لا يتجاوز 20% أو 30% يعني كثير. نعم، إذن كيف تفسر إقبال الناس على إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي رغم ضعف الإنترنت خاصة في اليمن، يعني عدم وجود السيولة المالية يعني لدى الكثير منهم، ولكن نلاحظ يعني أن هناك انتشار كبير لهذه المواقع؟ طبعا فعلا انتشار كثير جدا، بس مقارنة في الدول الأخرى طبعا إحنا قليلين يعني. طبعا يختلف عندنا، انا طبعا الفيسبوك مثلا على التويتر تماما، بالمجتمعات الخليجية منتشر التويتر بشكل اوسع في مصر تقريبا والمغرب العربي وتونس واليمن الفيسبوك. طبعا وصول المعلومة اسرع تكون عبر التويتر اسرع، فاعتقد ان هناك عائق كبير بوصول المعلومة بالفيسبوك بسرعة للمواطن اليمني. الفيسبوك يعني موضوع شوية انا بصراحة يعني ما احبه ممكن كذا، لكن الفكره ان اعتقد كل شخص صار يستطيع عنده حساب فيسبوك ويستطيع ان يوصل للمعلومه بسهوله، وصار حتى يعني الشعب نفسه صار يقدر يفرق بين المعلومه الصحيحه والمعلومه الخاطئه برغم نعم. يعني ايوه يعني صار عندهم خبره كبيره في التفرقه بين المعلومات يعني، فهذا طبعا شيء جيد يعني. طبعا احنا الان نحن في اليمن بوضع لا يوجد سلطه رقابيه، لا يوجد دوله، فاعتقد انه هو كمان التواصل الاجتماعي ساهم في تقسيم المجتمع، يعني مارس دور ايجابي لكن الدور السلبي ساهم في تقسيم المجتمع اكثر.
نعم، إذا يعني برأيك أستاذ بسام، يعني اليوم كثير من المنين، إن لم نقل معظم الشباب لديهم يعني أو مشتركون في الفيس، الواتس، تويتر، وأيضا بعضهم لديهم قنوات في اليوتيوب، ماذا يعني ذلك في المدى المستقبلي برأيك؟ في المدى المستقبلي طبعا هو بيكون هناك فائدة كبيرة طبعا للحكومة، إذا يوجد حكومة كبيرة طبعا تقدر تمارس سلطة رقابية بشكل كبير جدا، لأنه أصبح تخزين المعلومة كميات بيانات ضخمة، تستطيع أجهزة المخابرات الوصول للأشخاص، الوصول لبياناتهم لما يحبون، طبعا بتنعكس على تجارة إلكترونية كبيرة جدا. احنا في اليمن عندنا قليلين جدا بالشبكة الإنترنت، يعني لما وصلنا لدرجة نفس الدول الأخرى، يعني يستفيدوا من المعلومات، من تخزين المعلومات بشكل كبير. نعم. طيب يعني إذا برأيك يعني انتشار معرفة الناس بقضية فساد مثلا أو مشاركتهم بهاشتاج معين، إلى ماذا يمكن أن يؤدي كخطوة تالية؟ هو طبعا أعتقد أنه الحكام أو السياسيين عندنا صاروا متبلدين، يعني لأنه تقريبا كل أسبوع يتم نشر معلومات عنهم، يتم كذا طبعا المعلومات، اذا هو شخص سياسي يعني مثلا يكذبها او يعطي مصدر او يعطي بيان موثوق، الاغالبيه يتجاهلوا كثير، وصاروا يعني شوف التواصل الاجتماعي حتى لو انتشرت المعلومه والاشاعه عنه يتجاهلوها بشكل كامل، لا يوجد سلطه تحاسبهم، لا يوجد رقابه. فتقريبا اذا رجعت الدوله سيكون المجتمع شريك حقيقي في التنميه، لأن المجتمع عليه أن يكشف، لا يستطيع أن يحاسب، فقط هو يكشف. إذا يوجد دولار أو دولار قادرة أو سلطة أو مؤسسات رقابية، هي تستطيع أن تحقق وتتأكد من المعلومة اللي كشفها المجتمع. أما حاليا هو الموضوع يتداخل مع بعض، مجرد تنشر أنت معلومة أو قضية معينة يتم نشر مبادلها مقابل، وتختلط الأوراق، 3 أيام يتم نسيان القضية تماما، ولا يتم ولا يوجد أي قضية تقريبا تم حلها عبر التواصل الاجتماعي. هذا برأيي يعني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ بسام الزيدي، المبرمج والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ محمد، ربما نفس النقطة التي طرحها أخيرا الأستاذ بسام، وهي أن هناك الكثير من يعني المسؤولين أو الطرف الآخر أيضا لا يعيرون هذه النشاطات في التواصل الاجتماعي أي أهمية، بعضهم يضيق يعني ذرعا ب نعم، يعني هناك يعني مثلا من يقول أن الغضب المعبر عنه عن طريق الهاشتاجات أو المنشورات يتعامل مع المسؤولون المجرمين يعني نفس أو حسب قاعدة قولوا ما شئتم وسأفعل ما أريد، هل بالفعل يتم التحايل على وعي الناس؟ لا أعتقد، أن أولا أصبح جمهور الوسائل التواصل الاجتماعي ذكي بما يكفي للتعاطي مع القضايا وتمحيصها، وحتى التفاعل أيضا مع القضايا. صحيح أتفق جزئيا مع ما ذكره الأخ بسام حول أنه عمل على فرز المجتمع وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانا فيها الغث والسمين وكذا، ولكن أيضا حديثنا حول دورها في الرقابة الشعبية على أداء السلطات، ولها دور كبير ومهم ومؤثر في هذا السياق، وعلى الأقل كما أشرت دورها حتى الآن يعني في حفظ ذاكرة اليمنيين إزاء بعض الشخصيات والممارسات، ويمكن أن تتحول هذه الرقابة وهذه الأدوات إلى مؤسسات، وبالتالي يمكن أيضا أن يكون دورها أكثر فاعلية. أما فيما يتعلق ب يعني مدى تأثيرها في حق المسؤولين أو اهتمام المسؤولين بوسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل التعبير التي يستخدمها المواطن اليمني في نقد المؤسسات الدولة وأداء السلطة، أعتقد أنهم مخطئون كثيرا. أولا مفهوم الشرعية بدرجة أساسية هو الرضا العام للسلطة، إذا كان هناك رضا عام فإن السلطة الشرعية تكون أكثر مشروعية. عندما يتم يعني غض الطرف عن انتقادات أو النقد البناء الموجه للسلطة الشرعية، يتحول هذا النقد إلى سخط عام وإلى نقمة عامة في أوساط المجتمع، وبالتالي تتآكل شرعية الحاكم ويصبح غير ذي شرعية، تصبح سلطة غير شرعية لأنها لا تستجيب
لا تستجيب لآراء المجتمع ومتطلباته ونقده البناء لأدائها وسلوكها. وبالتالي أعتقد أن الموضوع مهم جدا، يجب أن يكون خاصة هناك أستاذ محمد، يعني أن هناك من الحملات لم تعد فقط يعني سلطة مراقبة شعبية، ولكن هناك حملات أثرت، يعني حملات منح الطلاب يعني تجعل نعم. الحكومة تتحرك، ولو أنها تحرك يعني بشكل مؤقت أحيانا يعني نعم يعني للدفع فقط الربع ثم يعودوا للتساهل. صحيح. من جديد حملة الطالب التي يعني تم قتلها في القاهرة أيضا، تمت يعني الضغط على المسؤولين لعمل تحقيق وعمل، يعني هناك حملات تؤثر، يعني هي على الأقل نعم. يعني تلقي بحجر في مياه راكدة كما نعم. يقولون، وبالتالي يمكن أن يتأسس عليها عمل. ولذلك دائما أؤكد وأقول أنه أي حملات وأي عمل من في إطار الرقابة الشعبية يجب أن يتحول إلى عمل مؤسسي، سواء من خلال الحملات، وبالتالي البناء على هذه الحملات في إجراءات وتدابير معينة من شأنها محاسبة الجهات المعنية أو المسؤولين المعنيين. أعتقد أن الصور دائما والوثائق التي تتسرب عن فساد هذا المسؤول أو ذاك ستظل محفوظة في ذاكرة اليمنيين، وبالتالي يمكن في أي لحظة من اللحظات حتى بعد هذه الحرب التي لن تستمر بالتأكيد، وستعود الدولة اليمنية وسيعود ستعاود مؤسسات الدولة الرقابية عملها ونشاطها، سيكون هؤلاء المسؤولين يعني قيد المحاسبة والملاحقة القانونية، وبالتالي لن يستمر طويلا مسألة غض الطرف عن أداء الجماهير في التعبير عن آرائهم أو انتقاداتهم للسلطات الشرعية. نعم، هناك إذن أستاذ محمد أيضا مطابخ إلكترونية لمنظومة الانقلاب، والكل بات يعرفها يعني ويعرف الأسماء الوهمية، يعني هل يمكن أن تؤثر هذه الحملات الموجهة على دور وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن هناك من يقول أن طرف الانقلاب أنشط كثيرا في مجال التواصل الاجتماعي أفضل من الطرف المساند للشرعية؟ من المؤسف فعلا أنه الجماعات أحيانا جماعات العنف والجماعات المسلحة أكثر وعيا بأهمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تبرير أعمال عنفها أو في تقديم أفكارها ومحاولة إضفاء نوع من يعني اللمسات على أفكارها أو على ثقافتها مهما كانت عنيفة، في محاولة لإرغام المجتمع أو لخداع المجتمع وتسويق أفكارها وسلوكها. الجماعات جماعات العنف المسلح بشكل عام، ولذلك لاحظنا يعني أن هناك استنفار كان كبير من بعض الحكومات أو معظم الحكومات في العالم إلى التضييق على جماعات العنف المسلح والجماعات والتنظيمات التي توصف بأنها إرهابية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها. لكن بالمقابل هناك جماعات عنف أيضا ربما كان لها أداء سياسي معين تستطيع من خلال استخدام هذه الأدوات في الترويج لأفكارها، وهي لا تختلف عن أي أفكار عنيفة وذات طابع إرهابي مثل جماعة الحوثيين، ولهم دور نشط في الحقيقة حتى باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر، ويجب أن يكون هناك فعلا دور مماثل وقوي للسلطة الشرعية ولأنصار الشرعية في دحض مزاعم هذه الجماعة الفاشية في اليمن، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أمثل لبيان مآسي اليمنيين وأوجاعهم وآلامهم ومشاكلهم الناجمة عن هذه الجماعة العنيفة والمتمردة والانقلابية. نعم، إذن أستاذ محمد نصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا لوجودك معنا في المساء اليمني. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.